أجمع كل من وزير الخارجية المغربي ورئيس مجلس الأمة الليبية المستشار عقيلة صالح أجمعا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في موعدها المحدد، وهذا لتفادي ما لا تحمد عقباه، خاصة وأن ليبيا وبحسب بوريطة تعاني اليوم حالة التفرقة السياسية. وأضاف بوريطة خلال ندوة صحفية عقدها الطرفان في أعقاب مباحثات ثنائية، أضاف بأن التوافق الكلي بين كافة المؤسسات صعب حصوله في الوقت الراهن، ويجب البحث عن الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بالحد الأدنى من الضمانات بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وهذا من أجل بناء مستقبل ليبيا والحفاظ على المكتسبات وحسم مسألة الشرعية. ليبيا اليوم في مرحلة حاسمة من مسارها السياسي، هناك أفق إجراء انتخابات في 23 دجنبر، وهذا هو الأفق الوحيد لحل الأزمة في ليبيا. الأزمة في ليبيا لن تحل بالمؤتمرات، الأزمة في ليبيا لن تحل بالتدخلات الخارجية، الأزمة الليبية تحل من قبل الليبيين عن طريق الممارسة الديمقراطية من خلال انتخابات في تاريخها وفي موعدها الذي اتفق عليه الليبيون واتفق عليه المجتمع الدولي كذلك. ومن جانبه عبر عقيلة صالح عن أسفه مما اعتبره امتعاض المواطنين الليبيين ومجلس النواب من أداء مجلس الرئاسة، وأكد أن كل الأسس الدستورية والقانونية متوفرة لإجراء الانتخابات، وطالب المجتمع الدولي ودول الجوار بدعم ليبيا من أجل انتخابات نزيهة للخروج من المرحلة الانتقالية ولإرساء مؤسسات قوية تضمن الاستقرار التام لليبيا ولليبيين على حد قوله. كما اعتبر صالح بأن الأزمة في بلاده قد تسوء في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرا بأن إتمام المصالحة مرتبط بانتخاب رئيس جديد لليبيا. إن مشكلة ليبيا لا تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. نحن بلد لدينا الدستور، الدستور يعطي مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس. مجلس النواب في أول جلسة بعد انتخابي قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب الرئيس، رئيس الدولة مباشرة، وضمن هذا القرار في الإعلان الدستوري. إذن القاعدة الدستورية ليس كما يشاع موجودة في الإعلان الدستوري، وهو كما تعلمون دستور حتى يصدر قانون الدائم للبلاد ثم يلغى هذا الإعلان الدستوري. إذن القاعدة الدستورية انتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن عبد الله الكبير المحلل السياسي الليبي. سيدي أهلا مرحبا بك. بداية، ربما ما الذي يعنيه تأكيد عقيلة صالح على عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها؟ هل ربما يتهم يعني طرفا آخر بالعرقلة؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ سهام وللسادة المشاهدين. في البداية عندما نتحدث عن الانتخابات المقبلة في ليبيا والتي أبرم معها موعدا في 24 من ديسمبر، لابد أن نؤكد على هذه الحقيقة، وأن غالبية النخبة السياسية والطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا الآن لا تريد هذه الانتخابات، وهذه الغالبية تسعى لعرقلتها بشتى الطرق، إما لإلغائها أو على الأقل تأجيلها، ولكن لا أحد يريد تحمل مسؤولية هذا التعطيل أو هذا الإلغاء أو هذا التأجيل للانتخابات. ولكن يريد سيد عبد الله، نعم، يعني ما الهدف أصلا يعني من سياسة أو سلسلة هذه الاجتماعات التي يحكي فيها عقيلة صالح وحتى شخصيات أخرى ربما على عقدها مع مسؤولي دول الجوار؟ يعني ما المنتظر منها إن كان الخلاف الدائم داخليا هو سيد الموقف؟ نعم، هذا سؤال مهم. هي محاولة من الأطراف الدولية ومن دول الجوار ومن المغرب لإحداث توافق بين الأطراف الليبية المتنازعة من أجل إنجاح هذا المسار السياسي.
تثبيت المؤسسات الانتقالية التي تتعرض للتهديد الآن من قبل مجلس النواب ومن قبل بعض الأطراف السياسية الأخرى، الانتخابات التي يكتنفها الغموض، لأنه حتى الآن لا قاعدة دستورية لهذه الانتخابات ولا قانون للانتخابات، ولا يبدو في الأفق أنه سيكون هناك توافق حتى في اللحظات الأخيرة بين النخب الليبية على القاعدة الدستورية وعلى قانون الانتخابات. وبالتالي هل مخاوف تأجيل الانتخابات ربما لا زالت قائمة؟ وحتى بوريتا وصالح اليوم شددا على وجوب إجراء هذه الانتخابات في موعدها، كل المسؤولين لحد الساعة يشددون على هذه النقطة تحديدا. نعم، الكل يشدد على هذه النقطة، حتى رئيس الحكومة الوطنية وهو متهم من قبل بعض الأطراف بأنه يعرقل الانتخابات ويسعى لتأجيلها لكي يبقى وقتا أطول في السلطة، سيكون في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة وسيطرح معه موضوع الانتخابات. كل الأطراف الدولية تضغط من أجل الانتخابات، لكن للأسف الأطراف الليبية سواء في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو في لجنة الحوار السياسي لم تتوافق حتى الآن على القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات، فضلا عن أن هناك قطاعات لا يستهان بها من الليبيين وكذلك بعض الأطراف السياسية تريد الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات. إذا حتى الآن نعم. إشارة عقيلة صالح كذلك إلى ضرورة انتخاب رئيس، هل تعني تمسكا ربما بنظام رئاسي كامل؟ لا، بالتأكيد سيكون نظام مختلط بين رئاسي وبرلماني. هذه إحدى نقاط الغموض، لا نعرف ما هي صلاحيات الرئيس، لابد القاعدة الدستورية لابد أن تحدد صلاحيات الرئيس وحدود العلاقة بينه وبين المؤسسات الأخرى. تشديده على انتخابات الرئاسة ولابد أن تجرى في موعدها، لأن هناك أطراف سياسية في البرلمان وفي المجلس الأعلى للدولة وفي لجنة الحوار السياسي لجنة 75 لا تريد انتخابات رئاسية في هذه المرحلة، لا ترى أن الحل في الانتخابات الرئاسية والبلاد منقسمة وفي حالة استقطاب شديد، وتشدد على إجراء انتخابات برلمانية فقط. طيب. بينما معسكر عقيلة صالح وخليفة حفتر وبعض أعضاء مجلس النواب المؤيدين لعقيلة صالح يريدون هذه الانتخابات الرئاسية. إذن ما زالت أسس الخلاف حول الانتخابات ما زالت مفقودة. هناك نقطة مهمة بالنسبة لدول الجوار. طبعا الحراك الملحوظ الآن لدول الجوار الليبي، رأينا ملتقى أو مؤتمر لوزراء خارجية دول الجوار ليبيا في الجزائر اليومين الماضيين. اليوم المغرب تدخل مجددا على خط الوساطة بين الأطراف الليبية من أجل إيجاد قاعدة دستورية تتوافق حولها الأطراف الليبية للانتخابات. حراك جديد. سيد عبد الله، في هذه النقطة هل هي ربما جهود متكاملة يعني تكمل بعضها البعض، أم هي ربما جهود يعني متضاربة بالأساس؟ لا هذا ولا ذاك، هي الحقيقة جهود متنافسة، هذا هو الوصف الدقيق لها. هناك تنافس، نعرف النزاع والقطيعة الذي وصل إلى حد القطيعة بين الجزائر والمغرب، وبالتالي هما الآن يتنافسان على من يلعب دورا دبلوماسيا أكبر في محيطه المغاربي. لذلك التنافس سوف يشتد بينهما وكل هذا الحراك، لكن لا نستبعد أنه قد يؤدي إلى التكامل، لأن حتى ملتقى وزراء الخارجية في الجزائر يشدد على إجراء الانتخابات في موعدها، يشدد على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. إذن هما من الممكن أن نقول أنهما يسيران في خطين متوازيين. وفي هذه النقطة كذلك سيد عبد الله الكبير، هذا التنافس الذي تتحدث عنه هل سيخدم ربما القضية الليبية أم ربما سيعطلها؟ لا، في تقديري أنه سيخدم القضية الليبية. ممتاز. لأنه ليس هناك خلاف بين الجزائر والمغرب في ضرورة حل الأزمة الليبية. تصاعد الأزمة الليبية، وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، تحول ليبيا إلى بؤرة توتر في المنطقة يؤثر على الجزائر وعلى المغرب أمنيا وسياسيا واقتصاديا. لذلك هما يلتقيا في هذه النقطة، لكنهما طبعا يتنافسان من يلعب الدور الدبلوماسي الأكبر في حل الأزمة. كل الشكر من لندن أستاذي عبد الله الكبير المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.